طيب هنحكي الآن عن موضوع جديد ومهم جدا وحلو، اسمه المصفوفات أو الأريز. فكرة المصفوفات باختصار، تخيل إنه أنت طلبت منك برنامج، البرنامج يقرأ 10 أرقام من المستخدم. ال10 أرقام هذول مثلا بدي أجيب الماكسيمم منهم. أنت بالحالة العادية راح تعمل فور لوب هتلف من 0 لعند 10، وكل مرة راح تقرأ رقم من المستخدم. في النهاية بعد ما تخلص الفور هتكون انت طلعت لي اكبر رقم فيهم لعند الان، تمام. طيب تخيل الان الارقام هذه انا طلبت منك تعمل عليهم عملية تانية بعد ما تخلص الفور. انت بعد ما تخلص الفور الارقام هذه ما تخزنت عندك، الارقام هذه انت جوا الفور قرأتها وعملت العملية عليها، لكن هي فعليا ما تخزنت عندك. ليش؟ لانه انت قرأتها مباشرة وطبقت عليها العملية مباشرة. في الحالة هذه انت لو بدك تعرف المتغيرات، بدك تروح تعرف متغير اسمه مثلا اكس، او متغير اسمه ايه بيساوي الرقم الاول، وبي بيساوي الرقم الثاني، وسي الرقم الثالث، وهكذا. لو عندك 10 ارقام هتعرف 10 متغيرات، كل متغير له اسم لحال. هذه الحالة مملة ومتعبة في انه انا اعرف اسماء متغيرات، هيتطلب مني اني اتذكر اسماء المتغيرات. تاني اشي هيتطلب مني او هيغلبني في موضوع انه انا اعمل عمليات على الارقام هذه، هتغلب في موضوع اللوب. الان اجت فكرة المصفوفات من هذا المنطلق، انه انت ممكن احيانا تحتاج انك تخزن مجموعة من الارقام مع بعض، او مجموعة من النصوص مع بعض، او مجموعة من الاوبجكتس كاوبجكت كامل مع بعض. من هنا طلعت فكرة المصفوفات، قال لك انا بسمح لك في المصفوفات انك تخزن مجموعة من العناصر في مكان واحد. يعني المصفوفات لحتى الان فهمت انه هي عبارة عن مكان بخزن فيه مجموعة من العناصر ايا كانت، سواء نصية او رقمية او بوليان او اي نوع من الانواع، تمام. الان المجموعة هذه اللي من العناصر عشان انا اتعامل معها بتعامل معها من خلال حاجتين اساسيتين. الحاجة الاولى حاجة بنسميها اسم المصفوفة اللي هي في الحالة هذه اسمها اكس، والحاجة الثانية بنسميها الاندكس تبع المصفوفة اللي هو المؤشر تبعها. ايش الاسم وايش المؤشر؟ اسم المصفوفة زيه زي اسم المتغير، يعني كوني انا حكيت انه بدي اعمل مصفوفة فيها مجموعة ارقام، هذه المصفوفة اسمها اكس، فخلص المجموعة ذات العناصر الكلية صار اسمها اكس. طيب ايش الاندكس؟ الاندكس هو عبارة عن مؤشر، لو انا بدي عنصر معين من جوا المجموعة هذه كيف بدي اوصل له؟ بدي اوصل له من خلال المؤشر هذا او الاندكس هذا، هو بيكون عدد صحيح. عشان توصل لك الفكرة، تخيل انه انت عندك قاعة دراسية، القاعة هذه فيها مجموعة من الطاولات. لو انا بدي طاولة معينة من جوا القاعة، انا بدي مثلا اطلع الطاولة برا، فبحكي له، بحكي للشخص اللي بده يطلع الطاولة برا، بحكي له روح خد الطاولة رقم 3 وطلعها برا، او خد الطاولة رقم 5 وعد وادهنها مثلا، خد الطاولة رقم 7 ومثلا اسحبها لورا، وهكذا. انت بتتعامل مع العنصر اللي جوه المصفوفة من خلال رقم معين او من خلال اندكس معين يأشر عليه، هذا بنسميه الاندكس او المؤشر. اذا المصفوفة لازم نتعامل معها من خلال اسمها ومن خلال المؤشر تبعها. المصفوفة العناصر اللي موجودة جواها بتتخزن في الميموري كالعادة زيها زي المتغيرات، ولكن اللي بيفرق انه كل المصفوفة كل العناصر اللي جوا المصفوفة بتمتلك اسم واحد فقط. يعني انا هنا عندي مجموعة عناصر، العناصر هدول كلهم لهم اسم واحد اللي هو اكس. كيف انا بدي اوصل لكل عنصر على حدة؟ من خلال المؤشر الخاص فيه. يعني بالعربي انا لو بدي العنصر الرقم خمس العنصر اللي هو ال15 هذا، بحكي له بدك تروح على المصفوفة اللي اسمها اكس، وبدك تروح على الاندكس اللي هو رقم 1. كيف بكتب العملية هذه؟ بكتب العملية هذه من خلال الشكل التالي اللي هنحكي عنه كمان شوية، تمام. الآن بالنسبة لتعريف المصفوفة في الجافا تعرف على الشكل التالي، زي ما كنت أعرف متغير بالضبط، بحكي له مثلا المصفوفة هذه بدها تحتوي على مجموعة من العناصر، لازم العناصر جواها تكون من نفس النوع، إذا انتجر لازم العناصر تكون من نوع انتجر، إذا سترينج لازم العناصر تكون من نوع سترينج، ما ينفعش تمسك مصفوفة وتخزن فيها سترينج وانتجر مع بعض. فباجي بعرف له مثلا بدي مصفوفة تحتوي على 7 أرقام، فباجي بعرف له انتجر اكس كأني بعرف متغير عادي، ولكن عشان اقول له انه هذا مصفوفة مش متغير عادي بعمل قوسين بالشكل هذا جنب بعض. القوسين هذول سواء كانوا بعد الاسم او قبل الاسم هنا مش مشكلة، ما بيأثر. بيساوي الان بدي اعرف المصفوفة، المصفوفة بتعرف بطريقتين. الطريقة الأولى إني أعرفها بشكل ثابت زي هيك وأدخل العناصر فيها مباشرة، تمام، هذه لو أنا بدي أدخل العناصر فيها مباشرة. الطريقة الثانية لو بدي أعمل مصفوفة فاضية بعملها بالشكل هذا، بحكي له نيو انتجر. هلقيتها، نيجي للكلام هذا. أول شغلة
هذه لو بدي اعرف مصفوفه بشكل ثابت فباجي بحكي له قوسين البلوك بالشكل هذا، وجواه بدخل العناصر مفصولين بفاصله او بكمة. تمام، هيني دخلت مجموعة عناصر، العناصر هذه هتتخزن في الميموري بالشكل هذا، تمام؟ هيتخزنوا تحت بعض زي المتغيرات اللي كنا عارفينهم قبل هيك، ولكن كلهم هياخدوا نفس الاسم. كل عنصر من هدول له اندكس معين من صفر لعند، بيبدأ دايما الاندكس من عند صفر، وبيبدأ يزيد واحد اثنين ثلاثة وهكذا، يعني أول عنصر له الاندكس رقم صفر، ثاني عنصر الاندكس رقم واحد وهكذا، آخر عنصر له ايش؟ له الاندكس رقم ستة. تمام؟ طيب، لو قلت لك قديش عدد العناصر هدول؟ عددهم سبع عناصر، تمام؟ يعني عدد العناصر سبعة، إذا الإندكس تبعهم دائما هيكون من صفر لستة. طيب لو عدد العناصر 20، الإندكس تبعهم من صفر لـ19، عددهم 100 من صفر لـ99 وهكذا. دائما الإندكس بيبدأ من عند صفر وبينتهي عند اللينث ناقص واحد، يعني الطول تبع المصفوفة ناقص واحد. تمام. بهيك انا بعرف مصفوفة. لو انا بدي اوصل لعنصر معين جوا المصفوفة زي ما حكينا بوصل له من خلال حاجتين، اول حاجة اسم المصفوفة، تاني حاجة المؤشر تبع العنصر نفسه. لو انا بدي اطبع السالب 10 بدي احكي له اكس وافتح قوسين بالشكل هذا عشان اقول له انه بدك تروح على المصفوفة رقم اكس، وجوا القوسين هدول بحط المؤشر تبعي او الاندكس تبعي. مثلا بدي اطبع السالب 10 فبحكي له اكس بين قوسين 4، بدل الاندكس بكتب 4، فبيروح على المكان رقم 4 وبيجيب لي العنصر اللي موجود جواه. طيب لو انا بدي اجمع للثلاثة هذه كمان ثلاثة فبحكي له اكس، بروح اجيب الاكس اللي موجوده رقم في الاندكس رقم 3 واجمع لها 3 وهكذا. فانا بصير اني انا بتعامل من خلال الشكل هذا اكس الرقم المعين هذا بتعامل معه كانه بيصير اسم المتغير المنفصل. تمام، انا عندي مثال. لو انا بدي اطبع اكس الصفر هنا، اكس الصفر يعني روح على المصفوفه اللي اسمها اكس واطبع الاندكس رقم صفر اللي هي العشرة، فراح يطبع لي 10، هذه 10 مش 11. تمام، يعني هذه 10 بس ايش كانت من قبل شوية نفس ما هي، كانت ما عدلتهاش، كانت في المصفوفة 11 وما عدلتها. تمام، في الحالة هذه راح يطبع لي 10. طيب في عندي لو قلت له اطبع لي اكس دوت لينث، اكس دوت لينث بيجيب لي طول المصفوفة، يعني في الحالة هذه راح يقول لي 7، يعني ايش؟ يعني فيها 7 عناصر. تمام، طيب لو حكيت له اطبع لي اكس الثمانية، اكس الثمانية ما فيش اكس الثمانية لأنه الاندكس تبعي من صفر لعند 7، اكس الثمانية بيطلع لي حاجة اسمها اكسبشن أو خطأ، اندكس اوت اوف باوند اكسبشن. تمام، طيب لو قلت له اطبع لي اكس السالب واحد، يعني بدك تروح على المكان اللي رقمه سالب واحد وتجيب لي اياه، فيش عندي سالب واحد، دائما قلنا بيبدا من عند صفر، فيش اندكس بالسالب، فهيروح على المكان رقم على سالب واحد، فيش سالب واحد، فيطبع لك برضه اكسبشن مشكله. طيب لو قلت لك اطبع لي اكس بدل اكس الصفر اطبع لي اكس الخمسه، هيطبع لي 35، طيب اطبع لي اكس الاربعه، هيطبع لي سالب 10 وهكذا. تمام.